الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير الذي بعثه الله لنشر الرحمة والعدل بين الخلق أجمعين. وبعد، فإن الأمم ترقى بالعدل وتتحطم على صخرة الظلم والجور، وهذه سنة كونية أودعها الله عز وجل في خلقه، ونحن نعيش هذه الأيام وبعد مرور 4 أشهر كاملة على تنحي رأس النظام البائد، نعيش في خضم ولادة متعثرة لدولة الحق وسيادة القانون. فهناك صعوبات كثيرة تكتنف المسيرة الثورية نحو آفاق الحرية التي يسعى إليها من ذاقوا مرارة الظلم والطغيان عقودا طويلة مظلمة. إننا متفائلون على رغم ما يقابل مسيرة الثورة من صعوبات، متفائلون ببناء دولتنا الحديثة التي نعيش في ظل عدلها بمشيئة الله تبارك وتعالى. وإننا في ائتلاف دعم المسلمين الجدد الذي كان وما يزال جل أفراده من ثوار التحرير وثوار 25 يناير في ميادين محافظات مصر، ما زلنا ندفع ثمن الحرية. إننا نطالب بمطالب عادلة ومشروعة، وهذه المطالب ليست لنا وليست لذواتنا ولا لأشخاصنا، وليس من ورائها مصلحة شخصية، بل هي مطالب عادلة مشروعة لتحقيق الأمن والأمان لفئة مضطهدة من فئات هذا الشعب الأصيل، وهي فئة المسلمين الجدد. هذه الفئة المهددة بالقتل أو الاختطاف منذ أول وهلة بعد دخولهم عن قناعة في دين الله تبارك وتعالى. وهذه الفئة تستحق بلا مرية أن تعيش في حرية وعدالة كأي فرد من أفراد هذا الشعب الأصيل. والغريب أن يكون من بين هؤلاء المسلمين الجدد ضحايا هم الآن في عداد المتهمين، كأسماء أو عبير طلعت فخري التي تعرضت للاحتجاز القسري غير القانوني بمسكن تابع لكنيسة مرمين بإمبابة. وبدل محاكمة محتجزيها، إذا بنا نتفاجأ بأنها هي المدانة والحبيسة، والذين ظلموها يعيشون أحراراً ولم تطل يد القانون أي واحد منهم حتى الآن، بل تم تجاوز أمرهم تجاوزاً يعطي انطباعاً بمدى الظلم الذي يحول الضحية المجني عليها إلى متهمة جانية. والأعجب والأغرب أن أخانا المهندس خالد حربي مدير المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير وأحد الأعضاء المؤسسين لائتلاف دعم المسلمين الجدد وأحد ثوار التحرير مطارد بتهمة لم يرتكبها، وهي التحريض على أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة، على الرغم من عدم تواجده أصلا في القاهرة وتواجده في رحلة عمل بالإسكندرية، بل وصل الأمر إلى اقتحام بيته بدون إذن من النيابة وبشكل فج يشبه إلى حد كبير ما كان يحدث من زبانية أمن الدولة في العهد البائد. ونكاية في الأخ خالد، اقتادوا شقيقته الحامل واحتجزوها بمباحث الجيزة لمدة تقرب من 9 ساعات، مما يزيد من الشكوك بشأن عودة شخصية أمنية مطلوبة للعدالة بسبب قيامها بجرائم تعذيب قبل الثورة، وهو الضابط المدعو أشرف قادوس وشهرته وائل نور، وهو من كبار زبانية التعذيب بأمن الدولة. ويزيد الأمر سوءا اعتقال وليس ضبط وإحضار الشيخ أبي يحيى مفتاح محمد فاضل الشاهد الرئيس في قضية كاميليا شحاتة زاخر، بل اتهامه بالتحريض أيضا على الفتنة في نفس الأحداث وإحالته للمحاكمة وبدون تحقيق في النيابة، بل تم رفض فتح محاضرة لأقاربه في المنصورة والتجار الذين كان يتعامل معهم، وهم شهود على وجوده وقت أحداث إمبابة في المنصورة. وهنا مفارقة عجيبة،
تم توجيه التهام لضحية هي عبير طلعت فخر، وهنا أيضا يتم توجيه اتهام للمبلغ عن فتنة محتملة وقبل حدوثها بما يقرب الخمس ساعات، وهو أبو يحيى. فكيف يتحول من يحاول منع فتنة إلى محرض عليها؟ والسؤال، من يعتبر محرضا في عرف القانون؟ من يعتبر محرضا في عرف القانون؟ رجل أبلغ عن جريمة، أم رجل يقول بملء فيه على الفضائيات؟ إذا كانت الكنيسة ستفتح بسفك الدماء فأهلا بسفك الدماء. قامت الدنيا ولم تقعد ضد أبي يحيى وضد ائتلاف دعم المسلمين الجدد بسبب مطالب مشروعة وعادلة، ولم نسمع أحدا ينطق ببنت شفا حينما قال القساوسة هذه الكلمات التي تتوعد البلاد ببحار من الدماء في سبيل تحويل مصنع إلى كنيسة بالمخالفة الصريحة للقانون. ولنا أن نتساءل، لماذا يكون المسلم الجديد في هذا البلد مهددا دائما إما بالخطف أو القتل بسبب اعتناقه الدين الإسلامي؟ فأين حرية العقيدة التي ينادي بها المتشدقون بالحريات؟ هل هذه هي الدولة المدنية التي ينادون بها؟ لماذا الإصرار على اعتبار المعلنين بالمطالب المشروعة والعادلة بتحرير المحتجزين في الأديرة على خلفية إسلاميم؟ لماذا الإصرار على اعتبارهم ووصفهم بأنهم متطرفون ومحرضون على الفتنة؟ ولماذا يهددون بالاعتقال وتكميم الأفواه؟ هل هذا هو الحياد الإعلامي والإنصاف؟ أم هي الأقلام المسمومة التي تتحرك في الإعلام الرأسمالي الموجه؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة. لماذا لم تقم الدنيا عندما قطعت العصابات الإجرامية طريق المقتل وأوقعت قتلى وجرحى من المسلمين في شهر مارس الماضي؟ لماذا لم تقم الدنيا عندما قطعوا طريق الكورنيش الحيوي واعتصموا معطلين مصالح المواطنين ومعتدين على الكثير منهم بالضرب والإهانات بل وبالخطف أيضا، كما حصل مع الفتاة التي نشرت قصتها في الجرائد رغدة التي هي من إمباب؟ لماذا لم تقم الدنيا عندما تعدوا في مسبير على الصحفيين والإعلاميين وانتهكوا حقوق المارة من المواطنين وفتشوهم وأهانوهم، بل وتعدوا على فتاة محجبة وسخروا من حجابها كما فعلوا في الإسكندرية في ذات الوقت؟ لماذا لم تقم الدنيا عندما طلب وزير الداخلية بنفسه من وفد مكون من هذه العصابة أن يفسحوا جزءا من الطريق لتمر السيارات حتى ولو في اتجاه واحد فقط؟ فرفضوا رفضا قاطعا، ولم تحرك الجهات الأمنية ساكنا على الرغم من صدور قانون يجرم ما يفعلونه من سلوك غير حضاري وقطع للطريق وانتهاك صارخ لحريات المواطنين. ما السبب؟ ما السبب في قبول الدولة لإهانة أحد وزرائها السياديين على يد عصابة من قطاع الطرق؟ ولماذا يتم الإفراج عن قس مزور حكم عليه من قبل حكما نهائيا بالسجن لثبوت التزوير عليه؟ لماذا يستجاب دائما لمعتصم مسبيرو ذلك الاعتصام الخارق للقانون؟ ولماذا يتم اعتقال الأبرياء كأبي يحيى ومطاردة آخرين أبرياء كخالد حربي؟ وكل هذا بسبب تحريض تلك الفئة الخارجة على القانون. وهنا سؤال، ألا يعتبر ذلك الأمر مسببا لاحتقان في صدور الأغلبية المظلومة في هذا البلد؟ ألا تعتبر الاستجابات غير الموضوعية لمطالب هؤلاء الذين يمارسون البلطجة ويقطعون الطريق ويعتدون على الإعلاميين وعموم المواطنين؟ هذه الاستجابات من فتح كنائس ليس لها تراخيص، أو محاولة إعادة جلسات إرهاب المسلمين الجدد المسماة زورا وبهتانا بجلسات النصح والإرشاد وقانون دور العبادة الموحد الذي يفصل على مقاصد الكنائس والإفراج عن مدانين قانونا
ألا تعتبر كل تلك الاستجابات مكاسب حصلوا عليها بقطعهم الطرق وممارسة القتل وحيازة الأسلحة الآلية وتعطيل مصالح المواطنين وإهانة رؤوس الدولة؟ ألا تعتبر تلك المكاسب دافعاً لتساؤل ملح ألا وهو هل هذا السكوت من السلطات الحاكمة والآن يعتبر مشجعاً على سلوك الجماهير لمسالك همجية وغير قانونية للحصول على مكاسب فئوية غير عادلة؟ نحتاج إجابة وإجابة وإجابة عملية بالنفي، وإلا فالواقع يثبت صحة هذا التساؤل. إن المطالب المشروعة والعادلة والتي أعلناها في ائتلاف دعم المسلمين الجدد بأسلوب حضاري غير مرة لم يستجب لأي منها حتى الآن، فما يزال هناك ما يقرب من 250 أسيرا وأسيرة من المسلمين الجدد داخل الأديرة والكنائس، وعلى رأسهم كاميل يشحت زاخر ووفاء قسطنطين ومارع عبد الله. ما يزال المسلمون الجدد مهددين وغير آمنين على أنفسهم وأبنائهم، وبدون قانون يحميهم أو جهة رسمية تتبناهم وتتبنى مطالبهم. ما تزال هناك ترسانات من الأسلحة مخبأة داخل الأديرة. ما تزال هناك دولة داخل الدولة لا تستجيب لقانون الدولة، فحتى متى؟ حتى متى تتحكم عصابة الأمة القبطية في مقدرات النصارى؟ فمنذ 40 سنة وهم يحكمون ويصرون على دولتهم التي يخالفون بها قانون الدولة، بل ويظلمون بها رعيتهم من النصارى، ويخالفون قانون الدولة التي يعيشون في كنفها ويأكلون من خيرها. وأخيرا نود أن نؤكد على عدة حقائق هامة. الحقيقة الأولى: التأني من الائتلاف ليس عجزا ولا خوفا من أحد. التأني من الائتلاف ليس عجزا ولا خوفا من أحد. فعندما تمت مسيرتنا السلمية الحضارية من مسجد الفتح في يوم 29 من شهر أبريل عام 2011، وكانت إحدى محطاتها أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اجتمع للقضية يومها أكثر من 30,000 من المسلمين. وهذه الجموع لا يرهبها أبدا بفضل الله عز وجل بضع عشرات من المجرمين وقطاع الطرق والمعتدين على الأبرياء. وإذا تمت دعوة أخرى فستكون هناك أعداد لا تقل بأي حال من الأحوال بإذن الله عز وجل عن ذلك العدد من الذين خرجوا، وخرجوا لله عز وجل فقط، ولم يخرجوا بلطجة ولا طلبا لأشياء شخصية في نفوسهم. الثانية: احترامنا للمسار القانوني أمر أساسي عندنا، بل إننا ندعو إلى تحقيق العدالة واقعا نعيشه في بلادنا. الحقيقة الثالثة: نرفض رفضا قاطعا، ونؤكد نرفض رفضا قاطعا تحكيم شريعة الغاب في بلادنا التي نريد لها الخير ونسعى جاهدين لنشره على كل الأصعدة. الحقيقة الرابعة: نصائح مشايخنا العاملين الذين ينظرون كما ننظر نحن أيضا إلى المصالح العليا للبلاد، مع عدم التنازل مطلقا عن مطالبنا العادلة والمشروعة، نصائحهم محترمة عندنا ونرجع لهم. يقول رب العزة جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الحقيقة الخامسة: ليعلم الجميع أننا أحرص على ديننا وأوطاننا أكثر من حرصنا على أنفسنا، ونحن لن نتنازل أبدا مهما كانت المخاطر من حولنا عن قضايانا المشروعة والعادلة التي ننادي بها، والتي هي من حق كل مسلم في هذا البلد. وأخيرا: فإن الائتلاف سيبذل قصارى جهده وعلى كل الأصعدة السلمية والحضارية لعدم مطاردة أخينا المهندس خالد حربي البريء،
وللإفراج عن الشيخ أبي يحيى وكل المسلمين الأبرياء الذين اعتقلوا على خلفية أحداث إمبابة، وكل الخيارات السلمية مفتوحة ونعلن عنها في وقتها إن شاء الله عز وجل. وفعاليتنا وأفكارنا بفضل الله تبارك وتعالى ستكون قوية وفاعلة، ولن نسكت حتى تتحقق الحرية للمظلومين، وحتى تتحقق مطالبنا المشروعة والعادلة، ونطمئن جموع المنصفين من المسلمين ومن غير المسلمين أن حكاية كاميليا شحاتة هي حكاية كل المظلومين. وأخيرا، حكاية كاميليا وأخواتها لم تنتهي بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.